وفي عدد، بس يعني ممكن انت عارف المواعيد الجميلة بتاعتنا. ما تقلقش، كلنا بنفس المية والطين. بالظبط، فهنديها شوية بس، وإن شاء الله معانا الدكتورة شيرين الشيخ. الدكتورة شيرين she will present a case to discuss، وبس يعني خلينا شوية بس الدكتورة شيرين لحد ما يدخل معانا عدد شوية زيادة، بحيث إن الناس تسمع الحلقة من أولها. و سنة هشام كمان إن شاء الله يكون تمام، متعرف. هو قال هو 6 7 دقايق بالكتير، فإن شاء الله يكون معانا قريب. ممتاز. ويعني هو بصراحة دي أول مرة، وزي ما أنت عارف يا دكتور إبراهيم بيبقى في رهبة كده من النواب والجونيور فاكولتي إن هم يبريزنت، بالذات بقى إيه قامات زي الدكتور إبراهيم أحمد. حجازي 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 والنبي والنبي والنب النبي نبي. دكتور شيرين انت عارفني ما بينفعش معايا الكلام ده. لا بس يعني ايه، عارف اللي هو بيبقوا عارف يعني بيبقوا في رهبه ان هم يدوا البرزنتيشن والاسئله اللي هيتسالوها السيستمز. زي ما انت عارف يعني مثلا السيستمز ممكن ما بتبقاش از اكسسبل. هقول لك حاجه to present احنا اصلنا فين وجايين منين. دكتور شيرين، دكتور مصطفى، دكتور علا، دكتور والله دي بدايه ممتازه، دي بدايه ممتازه. احنا كلنا متربيين في مصر وكلنا طالعين من السيستم المصري، فما فيش رهبه خالص. والدكتور حجازي اكيد يقدر يقول لكم بالظبط ان احنا بنتعامل هنا كوليجيال بير ليفل، ما فيش اي مشاكل خالص. والعلم اللي عندك ممكن يكون احسن من العلم اللي عندي 1000 مره، عشان السيستمز مختلفه وبتطلع to think out of the box. But don't worry about anything else. معلش دكتور حجازي بس حبيبي بس الشعر الابيض بس هو دوت اللي عايز يتسبب. لا هو عارف حضرتك اللي في برضه بيكون البدايات دايما مش واضحه شويه. فكره تومور بورد نفسها مش 100% established. في جامعات دلوقتي ومستشفيات ومراكز في مصر اوريدي دوين ات، بس في ناس اللي هو يعني كان لازم اشرح الموضوع دوت كليرلي علشان تبقى واضح. بس يعني هو الموضوع هنا كله البوينت ان هي يعني ايه educational، والهدف منها ان الشباب يشوفوا مثلا السيستم بتاع حضرتك how do they handle such disease versus system بتاع دكتور هشام versus system في مصر. ويا ريت والله لو معانا دكاتره اللي هم اوريدي اكتفلي برضه من الاساتذه وعندهم ممكن يتناقشوا ليه بيختاروا دوت versus دوت، بحيث ان تبقى عارف comparative. وانا عايز اقول لحضرتك ان احنا في مره يعني كنا عملنا اجتماع يدوب من اسبوع وطلع منه فكره بحث، فدي كانت حاجه جميله جدا. وان هو الشباب هناك very interested، وده الهدف بقى فاهم. لو هي في فكره مثلا ويكون عند حضرتك الفكره جايه منك وهم عندهم الحالات وممكن يعملوا اللي هو ايه put it together. واوريدي عملنا اول اجتماع للاجتماع البحثي بفكره البحث دوت امبارح، فاحنا يعني ايه بمرحله قد ما نقدر ان احنا نمشي فيه. فالبيدياتريكس طبعا بالنسبه لي عالم كبير ما فهموش، ويعني ايه انا بقابل زمايلنا طبعا في البيدياتريك بون مارو ترانسبلانت وانس ا ويك في اللي هي المالتي ديسيبلينري ميتنج بتاعتنا، بس ما يعني ايه بسمع كده نيرو بلاستوما ماليش دعوه بيها يعني فاهم ازاي. لا بس زمايلنا الاول اعرف الناس بالدكتور ابراهيم. طبعا هو غني عن التعريف، ولكن دكتور ابراهيم از ان اسوشيت بروفيسور اوف بيدياتريك هيماتولوجي اونكولوجي اند بون مارو ترانسبلانت في ميرسي هوسبيتال. ميرسي هوسبيتال ديت من تشيلدرنز ميرسي، لان في اذر ميرسي هوسبيتال. ايوه تشيلدرنز ميرسي، لان دي مستشفى عملاقه الصراحه، وهي كبيره لدرجه ان هو في جامعتين بيشير اللي هو الايه ده، في يونيفرسيتي اوف كانساس وفي يو ام كي سي. But it serves both populations في كانساس سيتي في كانساس. دكتور ابراهيم يعني كان also is the ex-president of the American Board Certified Doctors of Egypt for Egypt. وهو يعني انا سعيد جدا بصراحه ان هو كان عنده الوقت ان يدي لنا ان احنا ايه ندردش مع بعض خلال الساعه اللي جايه دي ان شاء الله. دكتور حجازي
الله يبارك في حضرتك، الله يبارك في حضرتك. ممكن الناس التانية اللي معانا مثلا يعرفونا بنفسهم، علا، دكتور علا، دكتور أحمد، دكتور شيرين، بس نعرف مين معانا، ولحد ما دكتور هشام يجي إن شاء الله، وإن شاء الله عدد يزيد as we go. أنا أحمد أيمن، لسه مخلص في أسهد طب المنوفية، والمفروض بإذن الله أبدأ امتيازي قريبا يعني. وانت لست في البيدياتريكس عموما، وشفت البوست على كلاب هاوس فقلت أخش أشوف الدنيا يعني. تمام. أنا دخلت، سامعني؟ ألو؟ ازيك يا دكتور هشام؟ ازيك دكتور هشام؟ يا أهلا يا أهلا دكتور محمد باشا. دكتور هشام is also a pediatric hematology, oncology and bone marrow transplant في University of Colorado، من أكبر الـ universities for bone marrow transplant and hematology oncology pediatrics في أمريكا. وسعيد جدا يا دكتور بالإيه، إن أنت شكلك كنت في تريب وراجع لسه. أنا كنت لسه هقول أنا ده في الجبال، سكي تريب. جميل جميل جميل. وده أسوأ من البحر. الحمد لله معمول كده. احنا كنا لسه يا دوب بس عايزين ايه، بنتعرف على الناس اللي معانا شويه، واحنا منتظرين حضرتك. وايه بعد كده هنبتدي بال يعني حتى الان هو في الدكتوره شيرين هي معاه حاله، فيعني النهارده هو تعرف كنت لسه بقول للدكتور ابراهيم ان في عارف رهبه البدايات كده، والشباب ما كانش هي حاله واحده. وشكرا جزيلا للدكتوره شيرين ان هي ايه جهزتها لنا، هتعمل باوربوينت وتشير معانا ان شاء الله البرزنتيشن نتكلم عليها سوا ان شاء الله. فدكتوره شيرين ممكن تعرفينا بنفسك as we go down the list، ان في حد كده 77 ده عايز اعرف مين معانا. تمام. انا شيرين، ثيرد يير ريزيدنسي. الريزيدنسي بتاعتي في معهد اورام دمياط، ماسترز بتاعتي في القصر العيني، المعهد القومي للاورام. بس خلصت الفيرست بتاعي وجو فور ماي سكند وبس. وحضرتك بيدياتريك هيمونك مظبوط؟ بالظبط، الريزيدنسي بتاعتي بيدياتريك هيمونك. دكتوره علا، دكتور ياسر البرعي. غني عن التعريف. السلام عليكم. يا دكتور ياسر البرعي أستاذنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا حبيت أدخل أسلم، بس والله افتقدت الميتنج اللي قبل كده، فقلت أسلم المرة دي مش أكتر. لا خير، والله لو انه تفضل معانا يا ريت، والله تفضل. يا ريت والله. يعني انا بس انا حبيت ادخل اسلم لان كان في ميتنج من فتره، بس انا نسيت ميعاده بصراحه، كان عن الترانسبلانت اظن، وبعد كده انا يعني ما افتكرتش حتى، انا لسه برضو فاكر ده دلوقتي، فقلت فرصه ان انا ادخل اسلم، مش اكتر من كده. ربنا يسلمكم يا رب جميعا. دكتور ياسر لو عندك وقت تبقى معانا. It's a three pyramid of transplants here. ما شاء الله. ياسر. وبعدين ياسر will definitely add a lot. أنا كديسكليمر كنت بقول لمحمد حتى، يعني هو طبعا الأمور هنا في أمريكا are very specialized، أن أنا with solid tumors هحس أن أنا يعني تور الله برسيمة. فياسر definitely will add a lot لو فاضي يقعد معانا. لا أنا معاكم إن شاء الله شوية بإذن الله إن شاء الله. تمام. إسلام. بس ممكن نعرف دكتور ياسر للجروب اللي موجود، عشان أنا وهشام عارفين ياسر. دكتور ياسر كويس أوي. أنا ياسر البرعي، دفعة القصر العيني سنة 99، ماستر جنرال بيدياتريك. أيام ما كان الماستر في معهد الأورام جنرال بيدياتريك، وبعد كده دكتوراه بيدياتريك أونكولوجي. بعد كده 1 year fellowship bone marrow transplant في بوسطن سنة 2011. وبعد كده رجعت مصر شوية، يعني تقريبا سنة أو أقل شوية، وبعد كده حاليا في السعودية في الرياض. عملنا unit of pediatric transplant في المستشفى اللي أنا فيها، بس يعني لسه في البدايات شوية، متأخرين شوية، بس يعني الأمور ماشية كويس الحمد لله. إلى الآن وضعي في جامعة القاهرة أستاذ مساعد، إن شاء الله إن شاء الله within few weeks أقدم على الترقية الجديدة، ربنا يسهل دعواتكم.
ايه تاني؟ بس لو في حد عنده حاجه يعرفها عني وانا ما اعرفهاش يتفضل. طبعا هشام وابراهيم يعرفوني اكتر من نفسي يعني. Yes, one of the most humble people I have ever met in my life. يعني مش قوي كده. لا مش قوي يعني. I think ان ابراهيم هيتفق معايا. His presentation is very humble of himself, بس يعني he's one of the nicest, most hard working people I have ever worked with in my life. Yeah. ربنا يخليك رب. ربنا يسلمك ان شاء الله. هنشوفكم قريبا جدا يا رب ان شاء الله. غي زوم بقى لحد كده. ممكن طبعا هقفل المايك علشان اسيب الناس تشارك بقى علشان بس انا بس انا موجود معاك يعني ان شاء الله. تسلم تسلم. فرصة سعيدة جدا يا دكتور ياسر. ربنا يسلمك يا رب. الله يبارك فيك يا رب. شكرا على الحضور. 77 مين 77؟ ممكن اتعرفنا بنفسك لو سمحت؟ بس كان في شويه اكشن حصل في اخر ميتنج كده. حد هاكر دخل حط بوست وبتاع. فمين 77 ممكن اعرف؟ I don't know, it's not able to share. اوكي طيب كده ممكن احنا ممكن كده. أو دكتورة سمر حورية. دكتورة سمر ممكن تعرفينا بنفسك؟ أنا عارفك شخصيا بس عرفي نفسك للفريق بحيث نبتدي إن شاء الله مع دكتورة شيرين once you're done. أنا كلينيكال فارماسيست في أورام المنصورة. تمام. Welcome aboard. أوكي. طيب I suggest لو أنا برضو أنا يعني أنا بس أتمنى أنا مبقاش كلامي بايخ بس لو 77 ايا كان هو او هي بما ان انا ما كنتش عارف ان حصل مشكله في واحده لو يعني there is a way to يعني to get the account in case ان انت عشان خاطر ما يبقاش فيه. I think it's totally يعني that would be totally acceptable يعني لو حد بالذات بالذات ان هو او هي ما عرفش نفسه معنا بالظبط. يعني يا ريت يعني غير اسمك خليك حط اسمك عشان برضه نعرفه. ده مكسب ليك على فكره برضه. يا اوكي طيب ممكن الدكتوره شيرين دكتور هشام دكتور احمد دكتور ياسر. الدكتوره شيرين هي سنه ثالثه نيابه اورام معهد دمياط وان شاء الله she will present. she's a pediatric hemonc resident في سنه ثالثه and she will present. she also worked at معهد الاورام بتاع القاهره و she will present a case of in pediatric heme in نسمع من إن شاء الله. I will mute myself and وأتعلم من. أبدأ present. Please. Oh, do you want to share your screen? Sorry, I can't. أنا فتحة من اللابتوب وفتحة الميتنج من الموبايل فمش عارفة. Sorry, أنا في التكنيكال مش قد كده. فلو أنا كنت بعتها لحضرتك فلو ممكن حضرتك تشير السكرين. دكتور محمد you're muted. I'm sorry. شكرا جزيلا. انا بعت لمصطفى وبعت لك ال احنا طبعا ما عرفناش مصطفى صحيح. So مصطفى الرزاز he is our chief coordinator. هو خريج جامعة القاهرة هو ECG certified and an applicant for residency this common match إن شاء الله. وهو بيساعدنا جدا يعني هو volunteer وبيساعدنا جدا في تنظيم الإيفنتس والحاجات دي. أنا بس بعت لك دلوقتي ال أنا هعمل شوية سكرين دلوقتي. تسلم تسلم.
كان في فكرة من الأفكار محمد كنت بعت لك عليها، أن في يعني لينا زمايلنا في أسيوط أو في مراكز تانية في عملوا حالات ترانسبلانت و they wanted to run them by us حتى on almost يعني يبقى في some sort of structured يعني every other week أو حاجة basis زي مرور على الحالات اللي هم عندهم أسئلة فيها. فأنا كان حد زميلنا كان بعت قال لي الاقتراح دوت، وفكرت ان هو البلاتفورم دوت هيبقى من البلاتفورمز اللطيفة اللي تعمل من خلالها الاقتراح ده. معرفش رأيك ايه؟ اكيد طبعا we would be more than happy. دلوقتي في كذا في زي نوع جديد من السوشيال ميديا هتكلم مع حضرتك فيه برضو، اللي هو الverbal communication اسمه الكلوب هاوس، معرفش سمعتوا عنه ولا لا؟ سمعت عنه. I'm resisting انا ادخل فيه لحد دلوقتي. It's booming. عارف يعني انا اصلا I just exited a meeting مع دكتور عصام ومصطفى، حضرتكم عارفينه دكتور نيفرولوجيست في كاليفورنيا مش بعيد عنكم، بيتكلم بقاله كذا ساعة مع الناس وخبراته في الحياة وكده وبيدرس. ف in the clubhouse you can always open a room and have a conversation واي حد member في الروم ديت بيجيت like a notification ان هو ايه انا عندي حالة وعايز مثلا اتكلم عليها بفكر فيها بالشكل ده. We can always do it in Zoom if you would like but يعني مش عايز اخد من وقتكم كتير، عارف اللي هو لو حبيبك عسل ما تلحسوش كله. فيعني لو انا كنت شايف ان لو اخد منكم ساعه في الشهر ده كتير already. But if you guys are more willing ان انت تاخدوا زي more regular presentation of cases what's your weight on it كده يعني اكيد هي حاجه زي دي فكرتها جميله جدا. وبعدين يعني انا حاسس انها it will be contributing directly patient care وكده، ونعملها HIPAA compliant طبعا. وهيبقى ما فيهاش يعني we'll have to make sure ان اللي بيتكلم لانه they will be presenting cases at the end of the day يعني. ف بس يعني هي فكره انا خاطر في بالي ان احنا انا ايش معاك يعني. اكيد اكيد that would be great. لا ممكن ندخل في التفاصيل الموضوع ده، ممكن نعمل الكيس دي ومعانا وقت ندردش بحيث ان هي يعني للاسف هي حاله بس it would be interesting to see what happens. لا ناخد ده off the record بس حبيت عشان ما انساش. بس sounds great. دكتوره شيرين you have the mic now. تمام. الكيس دي من المعهد القومي للأورام تقريبا من 18 شهر، بس هي لسه ستيل مكملة وجبت الأبديتس بتاعتها من زمايلي هناك. فنبدأ إن شاء الله. الحالة 8 years old male patient initially presented respiratory distress grade 2. ممكن لما تحبي تنقلي سلايد بس قولي next علشان مصطفى ينقل. أوكي okay next. I give you the control for my screen. Dr. Shireen, you can slide if you wish. Just try. I give you the control for this screen. Try to do. Can you do it? Okay. I'm sorry. Here we go. Okay. 8 years old male patient initially presented respiratory distress grade 2. عملنا chest x-ray و CT chest. طلع عنده mediastinal mass. أخذنا منه biopsy وطلع lymphoplastic lymphoma. أعتقد أنه كان T-cell lymphoplastic lymphoma. Next, please. Next. الانيشال بومر واسبريت بتاعه كان نيجاتيف، كان فري، والسي اس اف بتاعه كان فري. عن داي 16 من الاندكشن ثيرابي بتاعه بدا يشتكي من انه عنده سيفير هيديك وجاله اتاك من جنرالايز تونيكلونيك سيجر. عمل سي تي طلع عنده اكستنسيف هيموريدج. الام ار اي واز ام ار في دون طلع عنده سوبيريور ساجيتال ساينس ثرومبوزيس. نيكست بليز. فضل معاه اوكي بدأ كليكسين
وبعد ما بدأ بكليكسان عمل الام فولو اب ام ار اي حصل لي كانالايزيشن سبيريور سيرتال ساينس ترومبوسيس وكمان طلع عنده هيموراجيك انفاركشن. السي اس بتاعه كان برضو فري بس هو كان ستيل كومبليننج من سيفير هيديك. كان ستيل كومبلين سيفير هيديك كان بيعمله مانومتري كان دايما عالي لكن كان السي اس اف بتاعه فري. فضل يشتكي من الهيديك لحد ويك 80 من الثيرابي. سحبنا سي اس اف طلع فيه بلاست سيلز وكونفيرم من الاميونو فينوتايبنج. الكلام ده كان الاسبوع اللي فات. عمل ام ار اي وسي تي النتيجه لسه ظاهره امبارح كانت كويسه مفيش حاجه. هو بوست ريلابس عادي مفيش فيه حاجه يعني. بس القرار ان هو يرجع تاني يبدا ري اندكشن وبس. عندي سؤالين دكتور شيرين. هو التريتمنت بتاعه كان على ايه؟ ايه البروتوكول اللي استخدمتوه في الاندكشن ثيرابي؟ البروتوكول بتاعه كان فينكريستين ودوكسروبسين والاسبارجينيز وبريدينيزولون هاي ريسك. هو طبعا كان واضح ان هو اسبارجينيز افكت بالظبط كومبليكيشن. No. وهو T cell lymphoblastic lymphoma is a very aggressive disease in general. يعني it's not. بس انت did you hold يعني ال هو على انت بتقولي until week 80 فانت ما وقفتوش التريتمنت at any point صح؟ فضلتوا مكملين ولا did you hold؟ هو يعني في اول الويكس at week 3 كده بدأ ال headache وعرفنا ان في ان حصل له ال central sinus thrombosis complication من ال aspara. وبعد كده ما اخذ الكليكسان وبيعمل فولو اب ام ار اي لانه حصل ريكانالايزيشن والدنيا مشت تمام فبدا يكمل العلاج عادي. والفريكوانسي كان قد ايه؟ نعم الهولد كان قد ايه على الكليكسان والتريتمنت في الاندكشن؟ هو خلص الاندكشن ولا انتربتد الاندكشن او موديفايد الاندكشن؟ لا خلص الاندكشن. كان كان اجيب هو احنا هو انا حاسس ان علينا دور جنب ان احنا answer the questions. And I can, if you don't mind me, خالص يعني if you يعني and share a quick feedback على the presentation. I would have liked أنها يعني فكري فيها زي ما بتقدمي an HPI بس يعني it doesn't have زي ما بنعمل في مصر قصة حياة أهله وكده. بس يعني it would be great لو كنا عرفنا the past medical history بتاعه if it was irrelevant ولا لأ. الديزيز اسسمنت كان شكله ايه؟ السي تيز اللي اتعملت واز ات اونلي ذا ميدياستاينال ماس ولا لا؟ انا عارف انك قلتي البون مارو اسبريت كان فري. ديد يو جيت ا بايوبسي ولا واز ات جاست ان اسبريت؟ يعني ات ويل هيلب ا لوت ان جنرال حتى تو اورجنايز يور ثوتس. بعد كده يعني تقولي ذا تريتمنت يعني از بر بروتوكول. يعني انا عارف ان هو اخذ من كلامك ان هو افين كريستين ودوكسو واسبارجينيز بس ديد هي جيت هاي دوز ميثوتريكسيتس مثلا بعدها؟ And through week 80, what was the maintenance that he got? Had it عمل disease assessment at any point of time to document what was the response of the tumor أنا مع الدكتور هشام. It was mentioned through, but not in more details. Any a little bit. The presentation very nice, Dr. Shireen. Thank you very much. Thank you so much. Thank you for the effort. Thank you for the time. So, okay. And I know the limitation, and it's not your case. It's reporting from colleagues and documentation. You have no access to the documents, but those are things that preferred to be presented in case presentation, especially to help the time of your time and everyone else's time to can gather more info to go through. But you're presenting very nice. Thank you, Dr. Shireen. وبصراحة more importantly عن حتى حكمل على كلام دكتور إبراهيم أن having and I see that this is يعني it's having the guts to present to people that أنا شايف أن أنا ونفس سنك probably I wouldn't have had the guts أن أنا أكلم ناس ما أعرفهمش خالص و present case ليهم. ف it's and I'm impressed by the younger generations guts بصراحة to Yeah, get for out taking the comfort. Initiative. Getting out of your comfort zone. بس حاولك برضه ليه أنا قلت كده هو لأن أنا عشان
إبراهيم ممكن تصلحني في أي وقت طبعاً يعني. لا it's لأن ال T lymphoblastic lymphoma is an area of debate كبيرة جداً في البيدياتريكس حتى different than adults. This is لو أنا ف to give an opinion فيها will be very debatable. لأن عشان كده it's a nice choice of case بالمناسبة يعني فعلاً it's a really nice choice of case. And I can tell you, I'm just having one like that, and my heart is doing like this, right? In flutter. يعني فمثلا يعني ال early relapse في ال يعني إحنا عندنا في pediatrics as opposed to the adults. ومحمد موجود وممكن يرد دلوقتي يقول لي انت بتقول اي كلام بس هما دي احنا وي ال early relapse اللي زي ده مع ان هو مش ما كانش فيه bone marrow disease. We would consider allogeneic transplant, in fact. I already transplanted my patient. Sorry, أنا أسف لمقاطعة كلام حضراتكم بس تعليقكم بس صغير على الالو تومر ترانسبلانت عندنا هي يعني هيقولوا غالبا لا لان ده isolated CNS relapse مش go for I know the people in transplant. طيب I can make a case for both. Yeah. I can make a case for both. هو بصي دي الحته اللي كنت هكمل فيها يعني ولكن go ahead, Ibrahim. Hesham, بص عشان احنا بنجامب with our experience and we'd like Dr. Shireen to build her own experience through discussion. So Dr. Shireen هسألك بعض الأسئلة أو يعني مش أسئلة بالضبط بس directional challenging thoughts. Imagine in you have this case, you saw it right now and I believe that in بصي عايز اسال سؤال واحد نتكلم عربي على طول ونتكلم انجليزي على طول هستاذن حاجه one minute and I will be back one minute اتفضلي يعني البوينت خلينا عربي على طول انا خلينا عربي خلينا عربي على طول خلينا عربي ده انا يعني الواحد بيحاول يوصل ما بين الاثنين دكتور ياسر كنت حضرتك عايز تقول حاجه انا شايف حضرتك رافع ايدك انا قلت بس هبقى مؤدب كده في الاول ياسر والنبي شغل الكاميرا نفسي اشوفك بقالي كتير ما اخبط ياسر لا انا بصراحه انا يعني لقيت ابراهيم وهشام قالوا نفس الكلام تقريبا يعني اي ثينك ان دورنا يعني الخطوه الاولى قبل ما ندخل في الدسكشن ان ممكن يبقى في زي وان منتور للشخص اللي هيعمل البرزنتيشن قبلها مثلا باسبوع او بفيو دايز ان هو يراجع مع البرزنتيشن بحيث لما يجي بريزنت تبقى معمولة يعني in the best way فالدسكشن تبقى أسهل فدي أظن خطوة قبل الميتينج فإذا كنا ممكن نعملها برضو يكون أفضل دي ده اقتراح يعني هو بص أنا مش هكتب عليك يا دكتور ياسر أنا بصيت على البرزنتيشن وكان عندي كم تعليق بس المشكلة إن دكتورة شيرين ما عندهاش access لبعض الحاجات اللي كنا عايزينها زي details of pathology الإيميجين الحاجات دي للأسف هي ما كانش عندها الأكسس ليها لأن هي ما يعني ده من معهد القومي للأورام وهي حاليا شغالة بدمياط ولكن ال paper work بقى إن هو في عارف في documents and paper مش electronic تقدر تلاجن وتجيبها من يعني بس عامة بغض النظر عن الدكتورة شيرين أو البرزنتيشن أنا قصدي كفكرة إن هي تبقى نراجعها من قبل كده أنا ما أعرفش إذا كان ده بيحصل ولا أنا أول مرة أدخل معاكم بصراحة فأنا قصدي يعني تبقى مراجعة بحيث يبقى الاستفادة للشخص اللي بيعمل البرزنتيشن وفي نفس الوقت الدسكشن نفسها تبقى أسهل I agree with you على طول واكيد حجازي دكتور حجازي and I know أنا إحنا عايز أعرف حاجة دكتورة شيرين دكتور ياسر وأنا من أولاد المعهد القومي للأورام فإحنا عارفين بالضبط how the system works ودكتور هشام من أولاد الترانسبلانت تيم في مصر زي دكتور ياسر بالضبط وابن عم أولاد معهد الأورام بالضبط أخونا فأنتي كويسة جدا 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 وأنا عارف الحدود اللي محطوطة والأوباء اللي موجودة والسمري والحالات في المعهد أحسن كتير من وقتنا أنا أعجز واحد فيكم تقريبا هشام وياسر من الشباب الأصغر كتير فتفضلي طيب أنا عايز أعتذر طبعا البرزنتيشن مش حاجة
ما فيهاش اي ديتيلز مش كويسه ابدا، كنت عاملها بسرعه جدا. لا ما فيش اعتذار، هو ما فيش اعتذار احنا كلنا لسه بنتعلم على فكره، على مدار دكتور شيرين البرزنتيشن بدايه للحديث، والحديث هو ان احنا الا نتعلم من الكيس، ولو شفنا حاله بعد كده هنعمل فيها ايه. بس الاول نعود للتيم اللي موجود معانا، مونيكا، اسراء، مينا، ان احنا الحوار ما بيننا في اي بورد بيبقى حوار مفتوح، وما فيش صح ولا غلط في القواعد الاساسيه، في اختلاف الاراء وانهي راي احسن راي موجود. عايز اقول لك حاله زي ديت علشان تتعرض على الاساتذه هيبقى فيها ديبيت، هيبقى فيها اختلاف للراي، وهيبقى فيها انهي طريقه تمشي فيه وتحمل المسؤوليه اللي انت ماشي فيها. ما فيش قواعد. وهاكد على كلام ابراهيم اكتر ان اعتذار غير مقبول لان ما فيش مجال للاعتذار. انت يفضل الاط لا صحيح. انا بصي this is not انا لان زي ما ابراهيم وياسر قالوا احنا ولاد المنظومه عارفين كويس قوي this is not a stressful place. محدش هنا قاعد يفكر ازاي قالت كده هوت ولا انا لو لا انا if I can I will give you everything I know in a heartbeat من غير ما خليكي تحسي خالص ان انت you did a bad job. فاعتذار غير مقبول يا دكتور شيرين. معلش تعليق بسيط وسريع جدا، لما وصلنا للنقطه بتاعت الترانسبلانت ودكتوره شيرين قالت في المعهد يقولوا مش هنزرع علشان هي سي ان اس او ايزوليتد سي ان اس، هو ممكن يكون ده رأيهم وليهم وجهة نظر وممكن ناس تتفق أو تختلف معاه، بس دايماً مش عاوزين نعتقد إن الرأي ده هو الصح المطلق. يعني في فرق ما بين الناس رأيهم كده أو الانستيتيوت ده دايماً بيمشي في هذا الاتجاه، إنما في ناس كتير ممكن يبقوا مخالفين، مفيش ده صح وده غلط، عشان بس نبقى عارفين إن ممكن يكون ده رأي إنما مش هو ده الصح اللي مفيش غيره. فدي بس نقطة مهمة لازم نأكد عليها. بالظبط. عايزة أوضح كمان حاجة تانية، الحالة من معهد القومي، أنا حاليا سبت المعهد القومي ورجعت ريسنتلي لمكان النيابة بتاعي، بس علشان أجيب الأبديتس بتاعت الحالة كونتاكت حد من زمايلي، صعب جدا إن هم ينزلوا يطلعوا ملف حالة معينة ويبدأوا يصوروا كل الإيميجينج ويبعتوها لي، شوية كان صعب. أنا عارفة أنا حطيت علشان بس نقدر يعني حضراتكم تفيدونا وتناقشونا فيها، فحطيت زي الاوتلاينز بتاعها. انا عارفه انه مش صح ما احطش الديتيلز، لكن للاسف اي هاف نو اكسس ليها. لو كان في كمبيوتر سيستم كان الموضوع هيبقى اسهل كتير، لكن للاسف احنا ما عندناش، ما فيش في مصر كلها كمبيوتر سيستم في اي معهد اورام اعتقد الا مؤسسه 57 يعني. فانا اسفه جدا على الديفكت في البرزنتيشن، وان شاء الله نعوضها في مره تانية ان شاء الله تكون. لا وخلينا باس ذس بوينت دكتور شيماء، زي ما دكتور هشام قال اسفك غير يعني ليس له يعني لا داعي للاسف، بس خلينا تو موف فورورد للتيم. بالظبط. وهسال الدكتور هشام، نرجع ورا، هنحط اور فيت ان يور شوز. واقع احنا عايزين نتعلم الكيس ونتعلم how to discuss the case in the future. This is one of the aims of this meeting. I believe دكتور حجازي وصلح لي. لو احنا رجعنا نواب تاني بالسيستم اللي احنا موجودين فيه هنا دلوقتي، احنا كنا هنتصرف ازاي علشان واحد to present the case وهنشوف ايه ال differential or proposed tentative plans. وغالبا انت دورتي ولوكت ات وات ذا تنتيف بلانز ان يور بوينت حالة زي كده. صد انا عندي دي عندك الريزلت بتاع الورك اب دلوقتي لما لقوا سي ان اس ديزيز، عملوا ورك اب للديزيز ورك اب لل لو فري كله فري يعني دلوقتي في هو توتال ايزوليتد سي ان اس. يب بس هو فري يا دكتوره شيرين، هو فري كابون مارو ات ذا مورفولوجي ليفل ولا في موليكولار ليفل او سيتوجينيتك ليفل او فلوسيتوميد، يعني فري على انهي ليفل ولا علشان برضو معلش عشان الفايل ما كانش تحت ايدك فاكيد الاجابه برضو مش هتبقى واضحه، قولي لي برضو هو ممكن يبقى مورفولوجيكالي فري انما ذير از مينيمال ديزيز. فده دي نقطه مهمه.
at the time of diagnosis ما كانش في disease في البومر يا سيدي كان apparently موضوع السؤال هيبقى morphologically evaluated ولا flow ولا there is or cytogenetics or APA cytogenetics findings. Those findings are not easy and not that I want to get. ماذا كنت لسه and I can share something with you and let me put it this way وحنشوف أقول لك in general في according to the information that we have يعني في لو if we replicate the acute lymphoblastic leukemia information I trained at St. Jude and عملت my hemonc fellowship كلها عملتها في St. Jude St. Jude we are one of the places we were one of the places يعني where I was احنا we took cranial radiation out of تماما المشكله انا عشان كده كنت بسالك على الـ على الـ على التريتمنت لان it's a very important decision factor to factor this into the decision لو احنا هيبقى allogeneic transplant ولا حتى لو isolated CNS St. Jude مش if you don't mind Ibrahim وياسر I will talk probably for 2 minutes هديكي historical background عن cranial irradiation and how cranial irradiation was taken off and we were the people who took it off من التريتمنت بتاع acute lymphoblastic leukemia. The rest of the US children's oncology group لسه they are slowly going back يعني بيسحبوه يعني بس في St. Jude we took it off completely من سنة 2000-2001 لما تشال التريتمنت بتاع لما تشال الكرينيال ايراديشن من البروتوكولز دي ريبليس بان هما كانوا بيستخدم هاير دوزز اوف دكساميثازون في الاندكشن الهاي دوز ميثوتريكساتس كانت واي مور اجريسيف ذان البروتوكولز بتاعه التشيلدرنز اونكولوجي جروب كان في حاجات محمد هتحضر حاجه سؤال توتال كرينيال ايراديشن بروفيلاكتيك كرينيال ايراديشن كوركت بروفيلاكتيك I كنت لسه عشان كده بقول it's a background more than it is specifically related to this case بالضبط it's an excellent point شكرا حمد ف it was taken فدلوقتي فاللي حصل في الاكسبيرينس عشان كده ده الكلام اللي كان دكتور ياسر بيقوله في الاول ان the context بتاع العلاج مهم جدا و every institution يعني انا I will be sharing my لو انا اديت رد ال context بتاع St. Jude لو انا عارف حد was treated on the total protocols بتاع St. Jude واللي هي فيها high dose dexamethasone و high dose methotrexate وكده هو كنت هقول لك ان at this point بنبقى عارفين ان هم اخذوا very extensive CNS treatment by default في ال initial treatment بتاعهم فلما بي ريلابس على السي ان اس ليفل اي ببلش ذس ان فاكت يعني انا اي يعني وانا فلو اي ببلش ذس وذ ون اوف ماي منتورز يعني هناك ان الاوت كوم بتاع ان انت تدي كرينيال ايراديشن فولود باي الوجينيك ترانسبلانت واز 100% سرفايفل يعني كل العيانين اللي بتلحقهم في سي ان اس ايزوليتد سي ان اس ريلابس بس انا بتكلم على اكيوت ليمفوبلاستيك لوكيميا ويتش يعني ذا بيست ذات وي كان ريبليكيت لان ما فيش داتا كتير على الايزوليتد سي ان اس ريلابس في lymphoblastic lymphoma specifically. فإحنا what we published أن العيانين اللي كان عندهم extramedullary disease without bone marrow لما تعمل لهم salvage بالذات early زي كده غير if برضو you have to differentiate this is a very early relapse the day 80 يعني. ف we were successful in salvaging them بأن إحنا عملناهم cranial irradiation أو وعملنا reinduction زي ما أنت قلت كده بالضبط we transplanted them with allogeneic transplant with a success rate of 100% كانوا 15 حالة و 15 were salvaged and were long-term survivors. The tricky part في ال condition اللي احنا بنتكلم فيها عندك دي احنا مش عارفين بالضبط what was the treatment that this patient was offered from يعني من ناحية CNS prophylaxis يعني هل هي أو هل هو أو أنا آسف أنا نسيت ال gender of the patient يعني بس هل هو أو هي أخذ high dose methotrexate ولا ال intrathecals اللي أخذها did he or she get فعشان كده it will be a very my experience لو انا عارف how he was treated على هقول لك في St. Jude مثلا في مكان زي St. Jude كان هيقول لك cranial irradiation reinduction allogeneic transplant حتى لو isolated CNS relapse maybe it's unfair ان احنا نقول نفس الكلام دوت if this patient was not offered the full scope of therapy in a different context
فدوت that would have been my based on my experience based on my training that's what I would have told you. ف ما اعرفش دلوقتي I think ان ابراهيم ممكن لان ابراهيم trained في children's oncology group center ف he might have a different غالبا هيبقى perspective بتاعه different. لا مش perspective مختلف خالص بل بالعكس دكتور هشام I think the COG protocols were lymphoblastic lymphoma T cell this COG protocol 04 2 whatever number اي رقم هيوصل بعديها الليمفوبلاستيك لينفوما مش مفيش اعداد كتير عشان احنا نقول نحط عليها بس في publications كتير طلع في هذا المجال كلنا غالبا متفقين ان التي سيل لينفوما فيرست لاين الزرع النخاع از نوت ان اوبشن هو دكتوره شيماء وكل الأونكولوجيست ممكن يتفقوا معنا إن الناس كلها تتجمع وتفكر مع بعض فأحسن علاج as a first line of treatment دايما دوت لازم تحط فيه 120% من الأفورت والشغل لأن ده أحسن شانس للعيان واللي متناقش في العلاج متناقش على كل الاتجاهات اللي موجودة بتتفق مع هشام إن دوت early CNS relapse week 80 still it's early CNS relapse. And sorry for interruption, بس هو كان late CNS relapse relapse حصل في week 80 مش week 8 week 80. Week 80. أنا افتكرتها day 80 بالمناسبة هو week أنا عمال أقول week بس أنا في دماغي هي day 80 هي day 80 ولا week 80. Week 80. اوكي لا انا لابس اللي حصل في الاول الكومبليكيشن بتاعت الاسبار اما حصل له سيفير سيستول ساينس ثرومبوسس لكن الريلابس حصل ليت ويك 448 يوم بس في عندك اخذ كونسوليديشن ما نعرفش الكونسوليديشن انتنسيفيكيشن بتاعه اخباره ايه ده ما نعرفوش اخذ ميديستان الراديشن ولا ما خدش والبومر ريزلتس وال والflow levels أو لو في cytogenetics موجودة حصل لها أو لا في 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 great points لازم نبص عليها العلاج اللي أخذه هل هو زي ما دكتور هشام قال لو قلنا total protocol كذا إحنا عارفين already لما نقول اسم البروتوكول قد إيه intensification العيان أخذه فدي data مش موجودة late هل دخل remission بعد الintracycles بعد كام intracycles موجودة اتنين حالة هو عنده hemorrhagic stroke نتيجة للPEG asparaginase مشكلة ان كتير ما يقدرش تدي PEG asparaginase تقريبا هو تديها دي بي واحد قلبه ايده على قلبه موجود وحالة الستروك how recent it is و how mature it is اللي حصلت له والrecovery فلو نحدد العيان ونتكلم transplant could be one of the options وحسب الريسبونس اوف تريتمنت مع الري اندكشن بتاعه للترانسبلانت بيتر نوت تو ويست تايم من ناحيه البريبريشن فور ترانسبلانت هشام مصلح لي في هذا الامر لو انا عندي عيان بمثل هذا الحاله هعمل اتش ال اي تايبنج وهدور على الدونر واحطه في الباك وان اوف ذا بلانتس ان ماي باك لان لو دوت ما دخلش في ميشن ان ا جود تايمنج it's still an indication for transplant. I agree. من هو هي relapse by any means. I agree. He's معلش أنا فعلا أنا بالمناسبة لو رجعت هتلاقيني كنت عمال أقول week 80 week 80 بس أنا في دماغي عمال أفكر أنها day 80 عشان كده عمال أقول early relapse. ف oh, 360 days from هو still 440 days. كنت لسه هقول لك دكتور شين ال he's still on therapy. خدي بالك ان this is not a relapse while off therapy هو the patient is still on therapy كلامي is يمكن كلامي is less aggressive يعني ممكن my pursuit of transplant دلوقتي will become less aggressive لكن I fully agree مع ابراهيم دلوقتي في اللي هو بيقول ان احنا we are 100% he's indicated for a bone marrow transplant consult he probably will need a bone marrow transplant at a certain point of time لو سألتيني رأيي لأن من يمكن دوت my bias as a transplanter بس يعني لو قلت لي are we justified ان احنا نحاول نتريت when transplant in a second relapse or not you probably are especially في الكونتكست بتاع مصر ان انت you're only limited by your donor choices are limited with supportive care بتاع transplant ال transplant associated mortality related mortality هيبقى
أعلى from average حتى لو even if the patient has a matched sibling donor. So we have to take, لازم نحط كل ده في الاعتبار, يعني لازم ناخد كل ده في الاعتبار. حالة زي دي هتبقى لو هنا في أمريكا عندنا, أنا I can see it لو presented, هيبقى الجماعة بتوع الأونكولوجي والجماعة بتوع الترانسبلانت بيتخانقوا مع بعض. بتوع الترانسبلانت بيقولوا لا عندنا بعض الأحيان كان هيبقى لو في available, لو في a good donor available ممكن هيبقى بتوع الجماعة بتوع الترانسبلانت بيقول لك you know what, ممكن we can move, we should move, يعني والجماعة بتوع الأونكولوجي هيقولوا let's wait for a second relapse. بس هي فعلا التريكي بارت اللي فيها بالنسبه لي اللي مخليه ان انا يعني حاجتين يخلوني اقول ان احنا في جاستيفايد ان احنا نستنى. اولا ان انا متخيل ان اكوردنج ان برضه دوت يعني مش عارف, يعني it might be very inaccurate, انا مش عارف ال CNS directed therapy اللي العيان اخده ايه. طب انا فلو العيان ما خدش تشانس ان ما خدش هاي دوز ميثوتريكسيتس وريبيت وريكيرنت انتنسيفيكيشنز والانتراثيكال كان اخبار, فmaybe this patient was not adequately treated, مش غلط من حد بس according to the protocol that he or she was on. ف you can give this patient the benefit of the doubt وتدي cranial irradiation وتعمل reinduction وتكمل على ان هو high risk وتقول ماشي previously inadequately treated ونشوف how he or she will do. I hate to play this game in general بس يعني you can argue this way. الحاجة التانية أن زي ما قلنا بقى أن في الرياليستيك كونتكست أن الترانسبلانت ريليتد مورتاليتي والسبورتيف كير في والدونر افيلابيليتي أجين, لأن مصر لحد دلوقتي اللي أنا فاهمه ار مينلي ليميتد في الماتش سيبلينجز. 57 بيعملوا هابلوز, بدأوا يعملوا هابلوز شوية وبيدوا بوست ترانسبلانت ساي. بدأوا الأول مضطرين بس دلوقتي بدأوا يعملوا هم مش مضطرين. أوكي فبس would you recommend a haplo in this patient at this context في حالة with the limited experience that we have in haplos from us? I will be very hesitant, very very hesitant to say so. ما عرفش الأحوال إيه في مصر, بس ال haplo in this context my post transplant site it's total different picture than the haplo before, unless they're going to use alemtuzumab or some sort of, which I don't recommend for Masrian. But I can speak in a haplo, post-transplant haplo with myeloablative conditioning. I believe it can be feasible for most 57 especially. I mean, low team has, and this is time to come to transplant. And زي ما هشام قال الاخذ تريتمنت قد ايه وهاو هيز جوينت تو ريسبوند تو ذا كارنت تريتمنت, ولو هياخد داو ديسيجن ليه بنقول ايرلي بون ماو ترانسبلانت كونسلت, لان لو اتخذ القرار ان هو هيجي في الترانسبلانت انتو ريميشن انا لو في رايي انا هكيب الكرينيال بوست ايراديشن around the time of the transplant conditioning being CNS radiation and with TBI. But برضو أخذ على الميديستان, الناس ما تخشني في البلاستيك لينفوما بياخدوا radiation على الميديستان, بياخدوش it's chemotherapy. بس انت تعرفش الأحوال لو هو كان حصل له asparaginase toxicities and other concerns. فال key point ايه التريتمنت اللي تاخد, لان احنا هنشوف ايه لما نشوف. ممكن اقول نقطة فضل يعني على حسب معلوماتي اللي هي الحديثة جدا, نمط أورام لسه ماشي على سان جود توتال 15, فبيشن زي ده ديفنتلي خد الفول دوز اوف اندكشن ديكساميثازون, اخد الاربعة دوزز هاي دوز ميثوتريكسيت كونسوليديشن, اخد الفول انتراثيكلز, يعني ده اكوردنج للبروتوكول اللي هم ماشيين عليه, ودي يعني مش معلومات قديمة قوي, يعني ممكن تبقى من سنة او سنتين, وما اظنش ان هم غيروا, هم لسه ماشيين زي ما هم. فا I think the patient أخذ total 15 سانجو بروتوكول بكل الكومبوننت بتاعته مع عدد الراديو ثيرابي. total 15 ما فيهوش cranial irradiation. ما أنا بقول لك يعني هو أخذ الهاي دوز ميثروكسيد, أخذ الديكساميثازون على الهاي دوز, أخذ الانتراثيكلز بتاعته, فما فيهوش أي انتراثيكل خالص, سوري ما فيهوش أي radiation لا total 15 أظن, وهو بتشيك الراديو ثيرابي مش موجود من total 13. Total 15 is the study that I published. لا هو total 15 هو اللي شال فيه cranial radiation.
This is a good news. That's definitely good news. And معناها أن هو يعني أن this patient still has cranial radiation to take. وده وقتها بقى الاكسبيرينس بتاعت سان جود لو assuming ان هو فعلا ان هو this patient was treated with the سان جود experience this is what I published. I will be happy ان انا ابعت البيبر ديت لل لل هي يعني انا ما اظنش ان احنا يعني للجروب بس احنا that's what we published. الحالات اللي كلها اللي كان جالها isolated extramedullary relapse. But and I have to look back عشان أشوف كان ال, كان, how we defined late و early. I think in the late, we defined late اللي هو off therapy. اعتبرنا أن أي حد relapsed on therapy, not late. I want to say so. Like well, I think على ما أتذكر كان late اللي هو six months from the end of treatment. Yep. I think this is exactly how we defined it. عشان كده أنا لسه هعتبر طالما this patient was still on therapy ما يعتبرش late still. و يعني I can tell you the experience I'm having right now and it supports Hesham directly that yes, we have this similar scenario of patient that presented with leukemia, end of maintenance, actually, hasal isolated CNS relapse, T-cell lymphoma, T-cell leukemia, T-cell leukemia, hasal isolated CNS relapse, would work up colo negative. Because it was end of treatment management, we did a bone marrow transplant consult of reviewing the literature and everything. The oncology team and the transplant team came to the agreement because of the way he relapsed. And we know also that the patient is not compliant with a lot of his care through the maintenance therapy, which is something else to define my patient's history and evaluation, how much compliance. We took him to transplant with no related or unrelated donor available. We did have to transplant for this case. And he's today day 100 post-transplant on a wean of immune suppressive therapy. Fully cured, got cranial irradiation with TBI, pre-conditioned for haplo. This about the الموضوع كله in T-cell leukemia or lymphoma, a T-cell by itself, when it relapses, it's not an easy disease to control. And all the time, كل الوقت احنا ايدينا على قلبنا ان العين دوت ممكن يرجع له المرض في اي لحظة في اي مكان. And the T-cell, it's an entity by itself. Now, with experience for the pediatric age group, مختلفة شوية عن adult age group, أو دكتور حجازي ممكن يجوين us, لأنه ما بتفرقش أنا pediatric من adult في بعض الحالات, بس مهم إن إحنا تشاهد experience. الadult lymphoblastic lymphoma بنعالجها زي ما بنعالج الadult lymphoblastic leukemia. لو هي ال up until 40 years old, sometimes we push it to 45 years old. بنستخدم ال CLGB 1043, which is pretty much your pediatric regimen with the weekly dexa, daunorubicin, vincristine, and pegasfraginase, and a month of prednisone. بستخدم عملوها في الادلتس شيكاغو في CLGB and it proved to be better than hypercevad, which used to be our standard. فهايبرسيفاد is our standard regimen لأكثر من 45 سنة. نعمل hypercevad لحد ما نخلص at least 6 cycles, some even go to 8 cycles of hypercevad, وبعد كده put them on pump maintenance afterwards زي ما بنعمل في الادلت ALL who are not going for a transplant. طبعا زي يعني انتوا شاف انتوا اجابتكم بالنسبه للتي سيل احنا في الادلت بنتعلم منكم بنتعامل ازاي مع اللوكيميز ان جنرال الاكيوت ليمفوبلاستيك لوكيميا سبيسيفيكلي زي ما كده يعني هي سي ال جي بي 1043 دي دي بيدياتريك ريجيمن اصلا بتتعمل في اللي هو الايه اليونجر ادلتس ففي التي سيل as you said الريلابس ريت بتاعها عالي especially once it relapses once the chance of control is very bad. عندنا شوية أدوية كده ضعيفة للليبوزومال فينكريستين والحاجات دي بس يعني إيه البنفيت بتاعتهم تعبانة. It depends على الفينوتايب
دلوقتي بقى لو ندخل نخرج بره الـ standard of care على الفينوتايب بتاع الـ T cell if it's a CD4 positive T cell في we are developing our own CAR T cell CD4 targeted so that would be a consideration if this was a CD4 positive T cell lymphoma بس هو to summarize دكتور شيرين بقى يعني انا عشان خاطر how to think of this patient في الكونتكست بتاع الظروف احنا تاني assuming ان العيان دوت فعلا was treated on total 15 زي ما دكتور ياسر قال يبقى هو ما خدش cranial radiation yet that was not part of his therapy I can guarantee you this if he was treated as per total 15 يعني he has room lista for cranial irradiation. Reinduction بتاعه, I would recommend أن هو يبقى فيه دكس. لو أنا, if this were to be my patient, يبقى فيه dexamethasone as opposed to prednisone. The intrathecals هيبقوا twice weekly until he clears. Getting بقى a BMT consult زي ما دكتور رحيم قال في الأول as soon as possible عشان خاطر يبقى under the على الأقل حتى to explore the, what are the chances or the opportunities or what is the donor situation whether it's on the table assessing or not حتى for the future لأن ال BMT the process بتاع أنت initiate bone marrow transplant takes time يعني getting a BMT consult doesn't mean لأن برضو ساعات كتير جدا الناس بيقول لك إيه ده هنبعته للزرع محدش بيقول نبعته للزرع بس get the transplanters involved عشان يعرفوا إيه whether assessing it's a question or not وبناء على الكلام ده بقى اولا the response of treatment that he or she will show هي guide الاتجاه بتاع العلاج هيبقى شكله ايه والdonor availability بعد كده يعني ف these will be the critical pieces دكتور محمد كان قال في الكلام اللي قاله طبعا الCAR T cells انا I'm impressed ان في الادلت work على الCAR T cell على CD4 ما كنتش عارف القصه دي الCAR T cell the first place ايوه ده this is impressive ده هاخد المعلومه دي بالمناسبه واتنطط بيها على ناس كتير جدا مهم الايج قد ايه يو كان اكسبت 18 اند اباف ولا هتفتحوها شويه للتينيجرز هو بس لازم هو CD4 positive الفوكس كان الأول peripheral T cell lymphoma وعملنا زي open اللي هو parenthesis كده بس زقينا شوية T cell ALL بس بصراحة يعني في CD4 بالذات احنا بنحاول نخليها على الأقل lymphomas BTCL لأن behavior بتاعهم very different than T cell ALL بس it is included بس مش pediatrics مش حاليا مش pediatrics بس أنا بس you're inducing SCID يعني اتكلم في موضوعنا بعدين انا مثلا بعدين على جنب كده بس انت you're inducing the patients into SCID يعني ما علي I would be very interested هي من الاخر انت كأنك you render them AIDS patients for a period of time مظبوط and get them to transplant and get them yes صح ده it's a bridge صح it's a bridge صح So hey, it depends on الأول على if you achieve the response or not, then you go for a transplant. أي أن أنت حولت عيان لسكيد patients أو؟ Yeah. صح كده it makes sense. Okay. مهم يعني back to the point دي بقى حاجة that's not applicable في مصر بس for your information ال CAR T cells ليهم effect في CNS therapy. يعني they penetrate the CNS عندنا في pediatrics ال CNS relapse. You offer them CAR T cells, and they do penetrate the blood-brain barrier. فيعني برضو to be honest, لو في أمريكا هنا هو this patient would have برضو عشان خاطر from an educational standpoint. دلوقتي this is انتخال دوت this is for you to understand where the field is headed. العيان ده does he need عشان تعرفي ليه أنا بتكلم كترانسبلانتر does he need a cellular therapy? The answer is yes, 100%. ده لو كان عيان موجود في أمريكا we would have offered لو بس ده لو كان بي سيل مش تي سيل انا لان مفيش كار ستاندرد اوف كير يت فور تي سيل يعني بس انا دي انا عشان كده بقول لك انسى العيان ده خالص لو احنا انا بتكلم ان جنرال ايزوليتد سي ان اس ريلابس ان بي سيل اكوت ليمفوبلاستيك لوكيميا حتى لو ويك 80 زي كده اهو there is no question that he or she would have been offered a CAR T cell therapy no question خالص
المشكله ان احنا ما عندناش كار تي سيل للتي سيل لينفومز او للتي سيلز يت از اوف ناو، لان فعشان كده الرول اوف سيلولر ثيرابي ات ذس ستيج is needed. عشان كده بنقول البون مارو ترانسبلانت whether it's is high on the table. انا بحاول اشرح لك الفلسفه بتاعت التريتمنت. Again, if this patient had يعني a targetable molecule that we can address by CAR T cells, no one in the oncology field will disagree that he needs some sort of cellular therapy. نسميها cellular therapy وخلاص. لان البون مارو ترانسبلانت is cellular therapy at the end of the day. لكن عشان العيان ده ملوش targetable CAR مثلا، ما فيش حاجة that we can target the tumor with. That's why we're saying, okay, what's the role of bone marrow transplant in his case? That was the summary of my opinion. Yeah. And Dr. Shireen, أحب أسمع منك أنت وكل الناس المتواجدين معنا في الميتنج النهاردة. إن دلوقتي بعد ما سمعتي دكتور هشام، دكتور ياسر، أنا دكتور حجازي، إيه هي أفكارك أو طريقة تفكيرك اللي ممكن تساعد هذا المريض أو مريض مثله، وإيه الأسئلة اللي أنت عايزة تسأليها؟ ممكن بعض الأحيان الجروب كله اللي موجود، لأن إحنا عندنا big variety، عندنا أطباء امتياز، عندنا أطباء نواب. ايه اللي احنا قلناه انت حاسس احنا بنتكلم كلام لسه ما تعرفتوش عليه، بحيث ان احنا نشرحه ونقول ايه هو بمختصر مفيد. نبدا بيكي مثلا دكتور شيرين. تمام. طيب بالنسبه للكيس اللي معانا النهارده، هل هياخد كرينيال راديشن ولا لا؟ هو ماشي على البروتوكول سنت توتال 15 وخد الهاي دوز ميزوتريكسيت وتمام، بس ما خدش الراديشن وما خدش ميدياستينال الراديشن، ما فيش في البروتوكول كده. وهل كرينيال الراديشن ولا لا؟ هل هيمشي السؤال ليكي دلوقتي، هل هنمشي على نفس البروتوكول اللي هو ريلاكس عليه؟ لا، assuming ان هو ماشي على توتال 15 وخلصه كله، سؤال المجموعة، تحب نمشي على نفس البروتوكول ولا عايز؟ ما فيش ريلابس ارم في التوتال 15. في توتال 15 ماشي، لو اعتبرنا ان هو كان بيتعالج في سنجود، كنت هقول لك كان العلاج زي ما قلت لك موست لايكلي ان هو intrathecals reinduction with intrathecals clear cranial radiation most likely bone marrow transplant. ده لو في سين جود كان most likely treatment بتاعه هو على total 15 كان، لأن كده أنا أقدر أقول لك إن ده كان هيتعالج إزاي في سين جود. كان reinduction و getting into remission with recurrent intrathecals or cranial irradiation followed by bone marrow transplant. Allogeneic transplant. بس اللي كان الدكتور ابراهيم قصده عليه ان هل الكلام دوت اثار مثلا اسئله معينه في دماغك، في حاجه معينه عايزه احنا قلناها حسيتي ان انا عايزه افهم اكتر فيها، او في او اي حد في الكونفرسيشن، عشان ما نحس ما لان حاجه نحب المثل المره الجايه نشرحها نتكلم فيها، او what is the basis of the. انا حاولت اشرح مثلا الفلسفه بتاعت why are we discussing transplant all together اساسا، انا خدت بالي في الاخر ان more important than how to transplant or whether to transplant or not، واللي خلانا بنقول transplant ان العيان دوت by philosophy is indicated for cellular therapy لو كان عندنا targeted therapy ليه. فلما when you don't have a targeted cellular therapy بنفكر في bone marrow transplant ونشوف whether it's an option or not مثلا. طب معلش ممكن اسال سؤال بس بعد اذنكم؟ هل لما اخذ الاندكشن مره ثانيه وات اباوت ذا الاسبار، هل هو اوميتد كومبليتلي ولا جيفن از يعني ري تشالنجينج ولا ايه اللي حصل بالظبط؟ هو ممكن يبقى الاجابه مش موجوده، احنا متفقين الفايل مش معانا والمعلومات مش تحت ايدينا، انا بس بطرح السؤال جاست اوبن كويشن، مش المقصود بيه العيان ده بالذات. يعني وات شال وي دو ريجاردينج ذا ال اسبارا وهو اوريدي عنده ماسيف كومبليكيشن من الفيرست اندكشن. I would not
re-challenge him. I would not reach out to challenge him again. With such a major complication, I would not re-challenge him. It's it was life-threatening enough. هو الكلام الكلام كان كان المقصود به مع الدكتوره شيم سوره شيرين ان في بعض الاحيان كان ري تشالنج وفي بعض الاحيان كان نوت ري تشالنج ف just I want to know what is the experience of the resident in NCI هم يعني الدنيا ماشيه عندهم ازاي هل هم once there is a complication يبقى خلاص يبقى omitted 100% ولا there is a chance to re-challenge. In this situation انا عندي massive complication اللي هي infarction مع thrombosis والاثنين دول يعني it will be very difficult ان انا اعمل re-challenge مره ثانيه. طبعا الاخطر منهم يكون في hemorrhagic pancreatitis or whatever. انما احيانا في بعض الرياكشن بيبقى re-challenge option مفتوح خاصه ان البيشنت ريلابس محتاج ادخله في remission باسرع ما يمكن. الديسيجن كان اندكشن مره ثانيه فانا بحاول احارب على قد ما اقدر بس طبعا try to avoid the complication. فهي الكيس زي ما الدكتوره شيماء مورياها challenging التي سيل لوكيميا او تي سيل ليمفوما ريلابس ما هيش حالة سهلة على أي حد على الإطلاق لأن البروتوكول total 15 هشام أنت ممكن تقولي how intense it is I believe it's high intense protocol ودوت اللي عمل how much يعني success في ال T cell very intense very very rate. Intense very intense it's a very high risk leukemia lymphoma protocol اللي بيعدي منه أمه دعياله بالذات في الأحوال في مصر لأن it's very intense عايز supportive care عالي عايز العيانين يبقى on board في حاجات كتيرة وبس الـ results الـ outcome بتاعته outstanding لأن كان زمان اللي بيجيله T-cell leukemia أو lymphoma قبل البروتوكولات الـ intense protocols كان first line I believe it was trying to get them to transplant وهو عايز أقولك مع transplant برضو ما كانش فيه أي difference في survival في الـ workup بتاعه Induction first line of treatment really important. Relapsed cases, early relapse or relapse on treatment or دول لسه challenging cases. فالحالة it's challenging لأن هما أخذوا intense treatment. إيه الأوبشنز اللي موجودة معانا أو بالذات لو حصل لهم أي مشاكل مع أي treatments موجودة key instrumental chemotherapeutic agents حصل لها complications هيبقى دايما الـ debate والسؤال ايه الالترناتيف وايه اللي احنا هنعمله لما نيجي نخطط وايه امتى ندخل الكومبريهنسيف تيمز يعني مجموعات العلاج كامله من ترانسبلانت من راديشن اونكولوجيست من كيمو من اونكولوجيست وكله لازم بنقعد مع بعض ونحط بلان ما نقدرش نقول ايه الصح والغلط بس الكل يبقى على بينه ده الطريق اللي هنمشي عليه وهنشوف النتيجه هنعمل فيها ايه ده طريقه التفكير اللي احنا بنفكر فيها كمجموعة ما هوش فرض لأن أنا معلوماتي قد كده هشام معلوماته كده ياسر معلوماته كده وبنضم كل دوت مع بعضه وتبقى consensus of planning going on سواء العيان دوت أو عيانين آخرين ده دايما طريق المفضل علشان best outcome للعيان نفسه لصالح العيان فده طريقة التفكير اللي احنا بنفكر فيها حاليا وما بنستطيع وعايز أقول لك مهم جدا هشام كان ساكن مي إن بعض الأحيان مش بعض الأحيان كثيرة من الأحيان هتلاقي النائب بتاعي أو my junior faculty عشان هم fresh أنا already كبرت وعجزت وبقيت ماشي في التراك عارف إن هو بيأفكت مع العين بتاعي كويس بس بيعملوا search more up to date وأنا زي ما بعمل search برضو لغاية دلوقتي وبيقول لك انت ما خدتش بالك دكتور احمد او دكتور ابراهيم من النقطه ديت ايه رايك كذا 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 وتلاقي لما تروح تراجعي نفسك وراجع نفسي تاني ان كان عنده حق وليه ما احنا فكرناش في هذا الامر فدايما نسمع لبعض ده مهم جدا في المجموعه الطبيه اللي موجوده فانا احب اسمع رايك انت بكيفيه البحث بكيفيه ايه الريسورسز اللي موجوده معاكي مناقشاتك مع زمايلك انتوا وصلتوا بتفكيركم لغايه ايه عشان نقدر نساعدكم ونكمل عليه
وانا عايز اقول لك انا قبل ما ارد واقول لك التجربه بتاعت سان جود، انا عملت حاجه، وانا اي ديد ا كويك باب ميد سيرش عشان انا عارف مين الناس اللي شغالين على الايزوليتد سي ان اس ريلابس. كنت عايز اشوف اذا كان في اي حاجه جديده بعد اللي انا عارفه، لا لان انا ما بصيتش على، يعني انا عارف الداتا بس يمكن في حاجه جديده اتنشرت، لان انا ما بصيتش بقالي مثلا 3 4 سنين على الداتا الجديده بتاعت الايزوليتد سي ان اس ريلابس. I left it open يعني، فعشان خاطر التي سيل برضو، عشان خاطر to be accurate. أنا I'm replicating an experience في ال acute lymphoblastic leukemia which includes B و T cells which is inaccurate، بس عشان ما فيش data كتير. ف there is يعني، وأنا وإحنا بنتكلم I literally did it، بس برضو لأن it was very directed، لأن أنا بصيت على أسامي الناس اللي شغالين في الموضوع دوت، أشوف if they had published something new or لا في the isolated CNS relapses in general، وما لقيتش حاجة جديدة. ف it's very important يعني، الكلام اللي بيتقال بالذات في case by case، ما هو رأي الشخصي لا يعني شيء خالص، بمنتهى مع كامل احترامي وتقديري لنفسي بس ان انا اقول لك رأيي كذا ولا ليها اي معنى خالص، ولا يسوى مليم، مفيش حاجه. انا كان لازم اتاكد الاول that this is an institutional experience that I can back up، واتاكد ان مفيش institutional experience تانية بتقول حاجه مختلفه عن كده. لكن انت ما ينفعش تتكلمي تقولي انا اخذت راي دكتور هشام عيسى او دكتور ابراهيم احمد او دكتور ياسر البرعي، مع كامل احترامنا لينا كلنا، it means nothing. وهي سهله جدا، وبرضه اي احد فينا ممكن يسال himself ويقول انا I trained في المكان الفلاني واشتغلت في المكان الفلاني to intimidate the people in front of you, do not let anyone do this to you. خالص اللي هيتكلم معاكي كده يبقى جاهل، حتى لو كان ابو الطب في الدنيا. ف انا لازم اقول لك دلوقتي ان انا قلت، انا وانا بتكلم معاكي قبل ما اقول اي حاجه I did a very quick PubMed search, I was directed عشان اتاكد ان انا اللي بقوله دوت ما هواش رايي الشخصي، ما هواش ما قلبي بيقول لي ايه، ما هياش خبرتي المعنويه وكده، لا انا I'm backed up and this is the best that I know. وكل عيان I encourage you to do your PubMed search. انت كمان يمكن تلاقي حاجه، يمكن في حاجه look it up you yourself, you're an adult learner, you're not a child. Do your research. سمعتي مننا وسمعتي experiences من أماكن تانية. Do your research انت كمان. This is how you evolve. تمام. يعني I did my search بس في P2 الكتاب التكست اللي بنرجع له دايما عندنا هنا وبنقرأ منه، وكان يعني مكتوب فيه رأي حضرتك عن سان جود إن هم فعلا بيجو فور ألو ترانسبلانتيشن ريلابس، ولقيت كاتبين إن سان جود إن ده حاجة بتحصل عندهم فريكوينت، ده أو ده اللي قرأته يعني، إن دايما بيحصل بعد الانيشالي ريميشن بيحصل ريلابس تاني في يعني after few months من الثيرابي. فده السيرش اللي أنا عملته واللي أنا دورت عليه يعني، حاجات الدوكيومنتد مجهود يحمد احمدي عليه وكلامك مظبوط. و next to Pizo, هل في اي research engines like احنا بنبص على PubMed ساعات بعض الاحيان كمان up to date بتدي لما حاله جديده بتيجي up to date NCCN important to follow the at least the guidelines, but it's important to read after the NCCN of course. Yeah. لأن البيزو والNCCN والguidelines اللي مكتوبة بيحصل لها revision كل 4 سنين أو كل سنتين depending on الدائرة بتاعتها. في الفترة دي في حاجات كتيرة بتنشر، وحتى لو abstract للناس كلها اللي موجودة، لو ما فيش نقدرش نجيب البيبر نفسها، بس ممكن يبقى في direct communication مع زمايلنا اللي في كل حتة في العالم، أو كل بيبر عليها الإيميل بتاع الـ corresponding author ممكن تبعتيله على طول directly، وهو ممكن يبعت لك copy من الداتا اللي موجودة عنده communication. وما فيش حد هيقول لك أبدا لا، بل بالعكس كل الناس تحب دايما ان المعلومات تنتشر في كل حته موجوده، لان ده public domain. تمام. طيب استفسار بعد اذن حضراتكم، هو الى اي مدى احنا ممكن ندي راينا، مش انا كريزيدنت لكن كبيدياتريك انكولوجيست بشكل عام، احنا دايما بنفولو البروتوكول، ايه المساحه اللي انا ممكن اجتهد فيها واقول ينفع ما ينفعش، طيب نقدم حاجه عن حاجه يعني. فور اكزامبل علشان اوضح رايي،
كان في حالتين هوجكن لينفوما وكان وبداوا الاي بي في دي وخلصوا فور سايكل اوف اي بي في دي. الكونسلتنت قال على واحده خلاص مش هتاخد راديو ثيرابي, هنقومت الراديو ثيرابي وما فيش كونسوليديشن, اعتبرنا التو اي بي في دي السكند تو اي بي في ديز هما كونسوليديشن. وحاله تانية الكونسلتنت بس كان الراديو ثيرابي كونسلتنت قال هياخد ايراديشن عادي, هياخد نيك ايراديشن. الحالتين كانوا لو ريسك, والانيشال بيت بتاع البيت اللي كان بعد يس كومبليت. استاذ انا في حاجه في دي في دي شيء كان تشالنج الاول قبل ما ارد على قبل ما حد فينا يرد عليك اساسا. Based on what do you think the decision was made? I think this is a safe environment. Based on what you think the decision was made. And how would you like the decision? أنت نفسك لو أنت اللي كنت هتاخد decision كنت تحبي تاخد decision based on إيه؟ يعني أي decision, يعني أنا لو هاخد decision أي decision هيكون على the most updated, يعني أكتر معلومات updated عندي. يعني زي ما حضرتك تفضلت وقلت نعمل سيرش عن آخر حاجة, هل في حاجة جديدة ولا دي كانت آخر حاجة إحنا توصلنا لها؟ أكيد في يعني دكتور شيرين هسألك سؤال قبل سؤال تاني challenging مع هشام بالظبط. هل في هل عندك access إنك أنت تقبل البروتوكول وتشوفي ال guidelines بتاعة البروتوكول اللي ماشي جاية منين بحيث تعرفي ال consultant, نتعلم كلنا ال consultant جاب ال results بتاعته أخذ ال decision إزاي. هي it's a process إن إحنا بنفكر بيه. المهم لأي حد في مجال الطبي تمريض أطباء صيادلة إن هو يعرف ال process إزاي نوصل للقرار, مش إن إحنا نسأل إبراهيم أو هشام أو ياسر خالص. لأن لو إبراهيم مات النهاردة مش عايز أحمل الذنب معايا في القبر إن أنا ما وصلتش المعلومة إزاي أوصل القرار. فهل أنت عندك أو عندكم المقدرة تشوفوا أصول البروتوكولات اللي هي بقت standard of care وتعرفي القرار ده بتاخد إزاي؟ ممكن أعلق قبل الدكتورة شيرين ما تتكلم. يعني أنا عارف كويس اللي بحث في مرض الأورام زي ما إبراهيم عارف وهشام برضه عارف. الريزيدنت للأسف مش متعودين يقروا البروتوكول, وأحيانا في بعض الناس مش كلهم طبعا معتقدين إن الرود ماب هو ده البروتوكول. يعني مش عارفين إن البروتوكول 200 صفحة 150 صفحة فيه كل الديتيلز. فأحيانا يبقى البروتوكول نفسه يا إما مش متاح, يا إما لو متاح الناس متعودوش يقروا. مش هقول إن هم غلط, بس يعني this is the situation how the system is. كلنا كنا في هذا الموقف, أنا كنت في هذا الموقف, وإحنا كلنا علشان كده أنا بقول إحنا كنا كده. فنفسي إن الدنيا تتغير شوية. فإذا كان البروتوكول متاح يبقى كويس يبقى نقرأ, إذا كان مش متاح نحاول ندور عليه علشان لما نوصل للإجابة بتاعت سؤال الدكتورة شيرين هو مين فيهم الصح, وهل يعني الدكتور الأول صح ولا الدكتور الثاني ولا في رأي ثالث. على الأقل لازم يبقى عندي الباك جراوند, وبما إن أنا ما عنديش الإكسبيرينس الطويلة إن أنا أبني عليها رأي يبقى أتليست أقرأ البروتوكول. فهي هو ده الكي بوينت, إن إحنا نقرأ البروتوكول وبعد كده نبدأ نفهم. ممكن في الآخر بعد ما نقرأ البروتوكول نكتشف إن الرأيين صح, بس كل واحد عنده وجهة نظر مختلفة. تمام, شكرا. ودوت الوضع بتاعي تقريبا, انا ما اعرفش الحالات بتاعه العيانين والريسبونس. لا انا بس احنا ما اديناش فرصه لشيء يتكلم. انا قلت اقول رايي قبل ما يتكلم. يعني انا اقدر اقول لك ممكن, بس انا عايز اعرف من وجهه نظرك انت قبل ما اجري او ديسجري مع اي راي من الرايين, رايك انت according to what to your training دلوقتي, how do you think اللي خلينا نتفق او لا نتفق مع راي من الرايين. يعني هل ان انا ام قايل نفترض دلوقتي انا ام قايل لك لا ان احنا ندي راديشن كان هو الصح, هيبقى دوت خلاص الصح؟ يعني انت رايك هتقيمي ازاي؟ لان انا يهمني اكتر انت تعرفي ازاي تقيمي الكلام اللي اتقال, سواء ابراهيم اللي قال او هشام اللي قال او ياسر اللي قال, مش مهم, بس هتقيميه ازاي؟
اقيمه لو حضرتك قلت لي رايي هروح ادور عليه هل ده فعلا الصح ولا هسيرش عليه لو انا فاهمه سؤال حضرتك صح. لو انا قلت لك انا هختصر عليك الوقت واقول لك دورتي مش هتلاقي حاجه تديكي اجابه. انت هتفكري على اي اساس لو جالك تفكير في مين العيان الهوجكنز ليمفوما اللي هتدي له راديشن حسب رؤيتك في الوقت الحاضر which is I believe limited بس ممكن تكون up to date أكثر مني لأنه بشتغلش مع هوجكنز غير relapsed ومين انت هتقولي لا مش هتدي له radiation علشان واحد اثنين ثلاثة أربعة مين هتدي له اثنين induction واثنين consolidation مين هتدي له أربعة induction ودي consolidation اثنين بعديها يعني what will be your resource لأن أنا عندي الرد وحقول لك بس أنا عايز تاني أنا I'm trying to stimulate your brain عشان خاطر بس لأن الرد أبسط مما تتخيل بس أنا عايز أعرف أنت دلوقتي كنت هتتصرفي أنت دلوقتي شفتي لأن كلنا مرينا بده حتى هنا في أمريكا بلاقي حد من الأتندنس من اللي أنا شغل معه بيعمل حاجة واحد تاني بيعمل حاجة تانية خالص بلاش أنا I trained في 7 different institutions هنا في أمريكا اشتغلت في 7 different institutions اشتغلت في CHLA واشتغلت في سياتل واشتغلت في Texas Children وفي سان جود وفي مينيسوتا ودلوقتي أنا في كولورادو 6 or 7 different institutions كلهم أجمل من بعض probably a totally different approach for different things how would I judge how do I develop my own experience بعد كده it's fine it's totally fine زي ما قلت لك انا مش قصدي انا I'm not trying to put you under the spot بس انا اللي بيحصل كالتالي ان احنا ان لازم تفكري دلوقتي what are the criteria the risk criteria يعني مثلا هشوف زي ما اول حاجه لازم تقري البروتوكول وممكن بالمناسبه ممكن مع الوقت تكتشفي ان اللي كانوا بيتكلم قدامك ده قال براي شخصي من غير supporting evidence وتلاقي نفسك بتقولي this is not what I will do in the future ممكن بعد ما تكلمي عشان ما بقاش بتكلم على حد ما اعرفوش ممكن تلاقي نفسك بعد اللي سمعتي من هشام وابراهيم وتلاقي ان هشام وابراهيم دول بيقولوا كلام بدماغهم هم guess what the lesson I learned الدرس اللي اتعلمته ان انا ما اعملش زيهم ان ابراهيم دوت بيقول قاعد على المصطبه وهشام قاعد على مصطبه ثانيه وكل واحد فيهم قاعد على مصطبته بيقول اللي هو عايزه فيمكن يمكن يبقى دوت نموذج غلط ما عملوش لازم تشوفي الاول البروتوكولز اللي انتوا بتطبقوها جايه من انهي بروتوكول والبروتوكول دوت هتلاقي في الهوتشكن بالتحديد لان في حاجه اسمها في الديسيجن بتاع الراديشن او نو راديشن بيبقى ديبندنج على الفوليوم بتاع الفوليوم بتاع التيومر والريزيديوال فوليوم واللي فاضل دوت ممكن بيبقى بتوع الراديشن بالتحديد بيبقى عندهم القدره ان هو يقول لك how much viable tissue كان فيه ولا لا وايز ات كونسرن ولا لا ممكن في حاله يبقى الريزولوشن كومبليت على البات بس فاضل مثلا ماس على السي تي فيبقى هو قلقان وممكن يبقى total resolution على CT وعلى البت it really depends on عشان كده انا مش عايز اقول حد فيهم كان غلط وحد فيهم كان صح بس هو المهم الراشيونال والحاجة اللي هشجعك ان انت تعمليها ان انت خاصة وان انت في مرحلة التريننج challenge the people who are making the decisions اسأليهم challenging from us مش challenging meaning challenge زي ما عشان بيقول سؤال بهدوء ده كذا ده كذا ممكن توصلي ابراهيم ظبط الكلام بتاع هشام بالظبط يعني اللي تشالنجينج بتاع هشام غير اللي تشالنجينج بتاع ابراهيم يعني هو انت عارفني يا ياسر كنت مع بعض وعارف انا ازاي كنت بتشالنج الناس فكل واحد ليه طريقه تشالنج بس من بدايه التشالنج قبل يعني اقتراحي لما تقابلي حالات زي كده حالتين هقول لك انا هعملها ازاي اول حاجه هجيب الفايل بتاع العيانين الاثنين واول حاجه هعلم نفسي كومباريزون ايه ده ماشي ازاي وده ماشي ازاي اعرف الحالات دي بشكلها ايه لان من كل حاله احنا نتعلم مهما كان في بروتوكول ما فيش بروتوكول اثنين كل انستتيوشن بتحط بروتوكولات بتاعتها وبتمشي عليها الهدف واحد ان انا مش عايز البايز بتاع الافراد كل واحد يطلع برايه علشان لما اجي اعمل بعد كده اشوف النتيجه بتاعه الاوتكم النتيجه بتاعه العينين بتوعي على مدى 5 سنين 4 سنين اقدر اقارن واقول ازاي هتحسن في المستقبل
فلازم اي حد انا ما اخش انستتيوشن جديده زي هشام بالظبط لفيت ما بين كذا انستتيوشن اول حاجه بعملها بجيب البروتوكولات واقراها لو عندي عيان اشوف البروتوكول اللي ماشي دلوقتي ايه علشان انا مش عايز ابوظ مجهود ناس كتيره ومش عايز العيان كمان ما اقدرش اقارنه باقوانه اللي زيه فده طريقه التفكير بتاعتي ولما اعرف العيان واقدر اشوف البروتوكول بيقول ايه هيبقى في ده دائره التعليم في الامتياز والنيابه اروح بعد كده اسال الاستاذ انا شفت كذا وقريت كذا راي حضرتك ايه و OCB هو هيتكلم هيسألك هيقلك رأيك إيه هتقولي رأيك حسب اللي موجود الموضوع كله لازم بقى evidence based support أولا وأخيرا مش هيبقى رأيك شخصيا ولا رأي الأستاذ شخصيا ولا رأي إبراهيم شخصيا إزاي نوصل لل evidence based بالإمكانيات اللي موجودة عندنا وآخرة السؤال لو حد سألتي حد آخرة حاجة في السؤال هيقولك إيه لأ أوكي بس إن الواحد بذل مجهود وسأل السؤال ده مهم. تمام. أوكي؟ أوكي. شكراً. ولو أنا حد عايز يضيف please feel free تضيف ليها. إنما الهوجكنز بالذات it has its own structure موجود والABVD protocol والABV protocol و والحاجات كلها أغلبها published وموجودة و up to date it's up to date كاريسوسز موجودة في مصر عندنا هو زي ما كنت بقول فضل أشياء أنا كنت أقول إحنا كان عندنا في سان جود كان عندنا كان كل يوم اثنين كان meeting ممتع للهاتشكن بصراحة كان لأن كان عندنا a high risk protocol for هاتشكنز بس هو كان فكان الديسيجن بتاع راديشن اور نون راديشن كان بيزد اون زي ما قلت لك الحاجات اللي قلت لك عليها بس تو جو باك تو ذا كيس عشان خاطر نبقى جاوبك ات ديبندز اون ذا اون ذا فوليوم اون ذا اون ذا اون ذا اون ذا هاو فاست ذا ريسبونس واز از فيري كريتيكال يعني حتى لو الاثنين بعد أربعة هاد ذا سيم ريسبونس بعد تو سايكل اسسمنت كان شكلها ايه ال nature of the cells نفسها كان بيدخل into consideration ال برضه أنا كنت شغال مع كان مع مونيكا ماتسكر who was like the world expert في الليمفوما يعني she's godmother of Hodgkin's ف وكان ال question إن هم they were trying to go down to cut down على ال radiation therapy في الليمفوما عشان خاطر late effects بتاعت الليمفوما late effects بتاعت radiation I mean أنا آسف فdepending on the location فهل اللوكيشن دوت is it worth it or not ف it decision عشان to make a decision about this بيبقى it was a very collaborative decision في بروتوكول بتاع الهاي ريسك اللي كان بيتعمل وكان الجول بتاعه كان معروف ان الجول بتاعه to cut down and the radiation exposure to the minimum to those who will benefit the most ف again هيفضل نفس السؤال according to what protocol they were treating, according what criteria they were using, وكل ما هتقري أكتر كل ما هتلاقي أن إيه ده القصة ما هياش مجرد ده الصح عشان ده لأن القصة هتلاقيها أن الناس في الهوتشكين مثلاً الفلسفة مختلفة تماماً عن الليمفوبلاستيك لينفوما عن اللوكيميا لأن العينين دول they survive فعندهم late effects لأن اكتشفنا بيجيلهم breast cancer وبيجيلهم كذا وكذا 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 in the future لو اديناهم radiation that they don't need فالمنطق بتاع فبقى المنطق في الهوتشكين how low can we go down on the needs تفضل دكتور ياسر لا هو تقريبا عشان ما يبقاش نفس الكلام بس يعني زي ما كنت بقول من شويه للدكتور شيرين ممكن يبقوا الاثنين عيانين ماشيين صح لان ممكن يبقى البيشنت يبدا بستيج معين مثلا ولنقول 2 بي بس الريسبونس بيختلف ممكن ساعه الايفالويشن بعد الفيرست تو سايكلز يبقى البيت عطلان بيحصل فاعتمد على السي تي السي تي لو وراني سايز قلت البيت 1.5 سنتيمتر it is a borderline فممكن ناس وانا ما عنديش بيت سكان اقدر اقول ان هي نيجاتيف ولا بوزيتيف فممكن في الحاله دي اديله الراديو ثيرابي وفي ناس يقول لك لا ما اديلوش راديو ثيرابي ممكن يكون البيشنت من الاول بالك ديزيز يعني حوالي اكتر من 6 سم لو 1 نوديول او 10 سم لو جروب اوف نوديولز
البالك ديزيز غالبا بياخد راديوثيرابي، مع ان لو another patient نفس الستيج ونفس البي سيمتومز بس نوت بالكي يبقى غالبا مش هياخد راديوثيرابي. فعلشان ما يبقاش نفس الكلام متكرر، هو لازم يبقى فيه داتا داخله علشان نقول الداتا او نقول الديسيجن. فبناء على الريسك ستراتيفيكيشن في الاول، الستيجنج في الاول، هل انا عندي بيز لاين بيت سكان ولا ما اتعملش، هل الريسبونس ريت، انا عندي ديفينيشن للرابيد ايرلي ريسبونس والسلو ايرلي ريسبونس، كل واحد فيهم ليه ديفينيشن وكل واحد فيهم بيمشيني في باس واي مختلف تماما عن التاني. يعني تو بيشنتس يبداوا مع بعض، واحد يبقى ايرلي ريسبوندر والتاني ليت، او يعني ايرلي ريسبوندر والتاني ليت ريسبوندر، وده يمشي في سكه وده يمشي في سكه، ده ياخد راديو ثيرابي ده ما ياخدش راديو ثيرابي. فدايما يعني اديني داتا اكتر اعرف اديك الديسيجن احسن. وممكن زي ما قلنا قبل كده كل ديسيجن تبقى صح، لان كل سيناريو يبان من بعيد ان هم متشابهين، انما اكتر في التفاصيل يبقى مختلفين تماما. ازود نقطه كمان بس، وحتى لو متشابهين في التفاصيل نفس الحاله ممكن تتعالج باكتر من طريقه. في الهوتشكنز في 3 or 4 successful clinical trials with different approaches، كل واحد بيعمل اللي هو عايزه في الاخر based on a backed up evidence. يعني هو في evidence لكذا حاجه بنفس السيتويشن بالظبط، سواء لو انت بتفولو الجيرمنز او البريتس او الامريكان كله موجود. يعني ف it doesn't have to be somebody is following his own agenda، بس هو he's following evidence in each one of those cases even though they're very similar. في حد من الناس اللي اشتغلت معهم هنا كان قال لي حاجة جميلة جدا. انت you will end up developing your own school. والحاجة اللي مهمة تفهميها ان your own school ديت هتبقى مش معناها your own، لان احنا كتير جدا بنفكر ان your own school means your own brain. It's your ان انت هتعرفي مثلا ان لا I will follow المدرسة الفلانية. انا لو همثلها بمثال لذيذ شوية، كل شيخ وليه طريقة، بس ما ينفعش ان انت تقومي ياخده من كل طريقة حتة. فهتقومي اي لماشي، انا مثلا هعالج انا عاجبني فلسفة بتاعت سان جود مثلا، فان هم اخدوا they excluded irradiation و they took the risk وقالوا ان احنا whoever will need radiation in the future هيبقى دوت الكانديدات بتاع ترانسفلانت وخلاص. This was الكالتشر كان عندهم، they were trying to minimize their being. عشان تفهم البروتوكول بتاع سان جود، they were trying to be minimalist من ناحية الراديشن، لان هم كانوا very directed towards late effects. فقالوا احنا we can tolerate the high toxicities لان سان جود عندهم infrastructure فظيعة. لما اقول لك يعني theoretically مثلا the children's oncology group they are not following the St. Jude model behind them by 20 سنه لحد دلوقتي. طب ليه؟ هل the children's oncology group اغبياء مثلا؟ لا، they are taking into consideration and the St. Jude where they have the infrastructure وعندهم الفلوس والعيان كان بيقعد جنب المستشفى بطريقه معينه. احنا we cannot build the same model بالنسبة لكل العيانين، فwe need an outcome. فyou will have at the end of the day كل ما هتسمعي كل ما الexposure بتاعك هيبقى أوسع، كل ما هتعرفي الdecisions كانت بتتاخد based on إيه، and then you will know how to tailor your decisions. وهتعرفي أن مفيش حاجة اسمها أن حد يجي يقولك this is the right way to do it. You will end up having this is the art of medicine بقى. لأن if there was no art in medicine كان هيبقى أن كل واحد هيطلع الكتاب ويبص في الكتاب ويقول هعمل كذا وانتهينا. بس always ask what is دي بقى الحاجة اللي دي الحاجة اللي هفضل أشجعك عليها. always ask what is the philosophy behind the decision. and it's easy to ask what is the decision، بس always try to find what is the philosophy behind the decision، لأن ده اللي هيخليكي أنت تبقي standing on solid ground في المستقبل لما بتاخدي قرار. تمام. with solid ground and الواحد how to search how to go back and ask again is really important. والاختلاف في الآراء الطبية اللي هي supported by evidence based ما هوش هدف اختلاف. الاختلاف بينمي أنا نتائجي شكلها إيه. زي ما الدكتور حجازي قال في 4 protocols 5 protocols الأوروبيين لو كلمتي حد معانا من أوروبا دلوقتي on the same platform هيقولي كلام مختلف تماما عن اللي احنا بنقوله، لأن الستركتشر مختلف. بس بنتجمع كلنا وبنناقش الأمر ونشوف بعد كده إيه اللي هيجي وإيه الإمكانيات اللي موجودة عندي. الإمكانيات اللي موجودة في مصر إن إحنا نطبق total 15 ده حاجة outstanding.
بصراحة يعني بالواقع اللي موجود بالسبورت سيستم اللي موجود. المهم إزاي to keep it ونخلي العين بتوعنا في أحسن حال. فحسب الإمكانيات اللي موجودة عشان كده في مصر ما تقدرش نقول إن إحنا الهابلو دلوقتي دخل في مصر حاجة كويسة جدا, بس الهابلو سنة 2000 أو 2002 أنا أقدر أقول لك ما كانش الـ CD34 selected والمانجمنت بتاعتها والفيرال ريأكتيفيشن, لا لغاية يومنا هذا ده ما يقدرش يتطبق في مصر بوضع موجود, لأن الستركتشر والبوبوليشن والعيانين والتعليم بتاعهم محتاج مجهود كبير جدا علشان نقدر نوصل لمرحلة من مراحل العلاج. هنوصل لها إن شاء الله بس مع بعض. Okay, thank you. Thank you, Dr. Ibrahim, Dr. Yasir, Dr. Hesham. حقيقي حقيقي متشكرة جدا يعني. شكرا على وقت حضراتكم وعلى خبرة حضراتكم وعلى حضراتكم بتعلمونا ازاي نفكر, ودي اهم حاجة, ازاي ناخد قرار اللي هو في الاول في الاخر كل مصلحتنا ومصلحة العيان, يعني ازاي نخدم العيان بتاعنا. شكرا شكرا جزيلا لحضراتكم وقت حضراتكم, واتمنى جدا ان احنا يعني نكرر ميتينجز تانية كتير, وان شاء الله نجيب كيسز اكتر to discuss وتبقى well presented ان شاء الله يعني. انا حبيت الاول اشكر اساتذتنا الدكتور ابراهيم والدكتور هشام والدكتور ياسر, شكرا جزيلا جدا. وانا حبيت برضو بصراحه اشكرك شيرين, يعني انت الوحيده اللي كان عندك الشجاعه الادبيه ان انت تقولي, وان كانت الريسورسز بتاعتك كانت ليميتد ان انت تبوت ذا انفورميشن توجذر, ولكن يعني ما يعني من غير السلايدز دي ما كناش اصلا عملنا الكونفرسيشن ولا البرودكتيف ميتنج اللي حصلت دي. وان شاء الله المره الجايه يكون في بارتيسيبيشن اكتر, ويا ريت لو ليك زمايل سواء في بقيه المراكز الاورام الاطفال. كنت بتكلم مع دكتوره عبله الالفي امبارح, وان شاء الله هي برضو هتعرف ناس اكتر واكتر بالاكتيفيتي دي, بحيث ان يكون فيها في نتورك موجوده في مصر تعرف الناس بان في دكاتره كبار هنا مستعدين ان هم يقضوا وقت مع المتدربين ويتكلموا معاهم سواء في المانجمنت او في الريسيرش في المستقبل ان شاء الله. شكرا جزيلا يا جماعه, انا بشكركم جميعا, وانا اسف ان الموضوع طول عن ساعه زي ما وعدتكم, بس ان شاء الله نعمله تاني يكون منتظمين في وقت اكتر ان شاء الله. انا اسف جدا على التاخير, والف الف شكر يا محمد على المجهود اللي انت حطيته دوت, وبصراحه you're taking this ABCDE experience to another level بصراحه. ما it can't happen without you بصراحه, دي الحقيقه دي يعني without people who are actually willing to give I can't do anything. تفهم؟ فيعني تسلموا والله, ربنا يبارك فيكم. وبالنسبة للموضوع اللي هو كنت حضرتك ذكرته يا دكتور هشام اللي هو زي مورنينج ريبورت أو حاجة كده بحيث إن to benefit the daily base, ممكن نبقى نتجمع, مش عايز أخد من وقتكم أكتر النهاردة, بس هنتجمع مرة تانية نعمل زي إيه focus discussion على ده. أوكي؟ إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا هشام. One last question. تفضل. آخر سؤال, يعني أنا أسف الوقت حضراتكم, بس إزاي أقدر أكسس البروتوكولز؟ إحنا عندنا في المعهد القومي أو بشكل عام في المعهد الأورام إحنا عندنا الرود مابس بس, لكن ما عندناش الديتيلز بتاعت البروتوكولز. وزي ما دكتور ياسر تفضل شكرا جزيلا ليه وقال احنا فعلا بنتبع رود مابس, بس احنا كريزيدنتس ما عندناش الديتيلز, ما عندناش البروتوكول ده اتعمل على اي اساس وبيناقش ايه. احنا بنمشي على رود ماب, والديسيجن في الاول في الاخر بيبقى للكونسلتنت, على الرغم ان في كومبايت كلينكس واحنا بنحضرها وبنستفاد من خبرات الكونسلتنتس عندنا في سواء في الانكولوجي او في الراديو ثيرابي او في السيرجري او كده, لكن احنا ما عندناش اكسس للبروتوكولز. فهل في طريقه انا اقدر اكسس البروتوكولز دي؟ ممكن اقترح حاجه دكتوره شيرين؟ طبعا تفضل. البروتوكولز غالبا في معهد الاورام كمثال اغلبها فيها على واقع رسائل ماجستير ودكتوراه بتبقى موجوده, لأن هي ongoing studies, ده another one element, ورسائل الماجستير والدكتوراه البروتوكولز نفسها بتتعرض على البورد, وبتبقى انت عارفة مين الطالب الدكتوراه اللي عامل عليها, فبيبقى عنده resources ممكن just to go to ask for philosophy. حاجة ثانية البروتوكولات اللي هي standard of care اللي هي موجودة total 15 زي
اي بي سي بروتوكول بتاع الهاجنز لينفوما اللي ماشي الكلام ده كله، ده بقى ستاندرد اوف كير، ده معناه ان هو ده اللي ماشي في العالم كله وفي بيبرز ببلشد. انت بس لو عملتي جوجل سيرش هيطلع لك كل البيبرز واصول البيبرز اللي موجوده اللي هيبقى فيها البروتوكول بالراشونال بكل الميثودز. اند كده بقى هنتكلم ممكن في محمد حجازي another idea ان نعمل journal club to read papers and how to search and get things up. هيطلع لك كل البروتوكولات بالابديتس بتاعتها والريليشن. ممكن تخشي بسهوله جدا 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 حاجه تديكي summary لكل البروتوكولات الريسيرش اللي في العالم كله، ويب سايت اللي هو clinicaltrials.gov. Just put it there. هيطلع لك مين أصحاب البروتوكول ومين الناس اللي موجودين على اللي كانوا موجودين عليه، سواء البروتوكول دوت شغال دلوقتي أو خلص أو وقف، ومعها الكونتاكت انفورميشن لو الريسورسز عندك داخليا ما تسمحش تجيب البروتوكولات اللي موجودة حاليا، وتخش في نقاش بالإيميل مع كل الكورسبوندنت أوثرز على البروتوكول. فالريسورسز مفتوحة لسبب واحد، أغلب الريسيرش is funded بفلوس الناس نفسها يعني taxpayers. ممكن أقول تعليق سريع دكتورة شيرين؟ أوريدي يعني أنا شخصيا عندي فولدر على 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 اللابتوب في كل البروتوكولز، وأنا كل شهر من الكلام ده من سنة ويعني تقريبا 15 سنة فاتوا بعمل لهم أبديت. لو في بروتوكول نزل لي أمدمنت بخلي القديم وبحط جنبي السنة وبزود الجديد. فلو أبعت لك الفولدر ده كله تقريبا 2 جيجا بي دي اف، فهتلاقي فيه كل البروتوكول سواء كان سي او جي سان جود القديم الجديد الحاجات لسه اندر ترايلز، فدي متجمعة معايا جاهزة. مش عاوز يعني احبط ابراهيم اللي هو قاعد يقول لك ازاي تدوري وفي الاخر بص يا ياسر معلش انا اصلي في يو اس اي هنا، فانا عندي في حاجة ماضية عليها. انا فاهم يعني خلينا نتكلم كده يعني. حتى لو في جوجل درايف خاص بالجروب انا ممكن ارفعه عليه بحيث يبقى اي حد عاوز يعني ياخد الفولدر البي دي اف كله، لان هو يعني كميه ضخمه يعني انا مصنفهم من اول الديزيز، وكل الديزيز جواه سي او جي لوحده، سان جود لوحده، الستاندرد اوف كير بتاع اكتر من سنتر لوحده لو هو مختلفين، وكل بروتوكول فيه الحاجات اللي فيها امندمنت قديمه وجديده، فممكن تاخديهم كلهم اسهل يعني. تمام، رائعه جدا فكره الجوجل درايف دي يا دكتور ياسر. ممكن ان شاء الله مصطفى لو ممكن نعمل الجوجل درايف دوت ونتواصل مع الدكتور ياسر لو في طريقه تواصل معاك، بحيث ان ده ينفع النواب ان شاء الله في البيدياتريك هيمونك في مصر، بحيث ان الماضي على حاجه ما يبقاش. ايوه خلاص انا جبت الماضي على نفس الحاجه ها، فانا ما انا سالت عشان كده طلبت من مصطفى يعمل. انا مش ماضي، انا ماليش دعوه، انا كنت ماضي زمان والحمد لله دلوقتي مش ماضي. Educational for educational reasons we can share this information. Yes. ماشي، تسلموا يا شباب، والله الف الف شكرا لاساتذتنا، وان شاء الله متجمعين. I like the idea of journal club. ممكن لو ما فيش حالات او لو حابين نعمل الاكتيفيتي يعني let's bypass شهر رمضان ان شاء الله جاي، خلاص كمان اسبوعين كل سنه وانتم طيبين. ممكن نبايباس رمضان وبعد رمضان نتجمع تاني وتشافر الباث اللي تحبوه مع كبرودكتيف يكون اللي هو يبيلد الساينتفك ثينكينج اللي انتم يعني ستريسد عليه النهارده جامد، سواء من جورنال كلاب اور فور ديسكاسينج تومر بورد، نعمله ان شاء الله ومعنا وقت تو ديسايد يعني. There is a lecture that I'm offering and بديها للفيلوز عندنا. It's a series of بتاخد بسميها BMT 101. دي it's a fun and I have received really nice هي فكرتها it's not a slide show هي أكتر it's a very interactive. لو دي it applies to it has يعني it has history of BMT how it evolved into cellular therapy, it has how you choose the conditioning, how you choose the donor based the rationale بتاعها. انا اديتها في 57 وانا هناك، بس هما كانوا خلوني اديها في مره واحده فقعدنا مع بعض ساعتين. I will be happy to divide it into a monthly thing for 3 or 4 months مثلا، لان كانت هما وانا في 57 هما they wanted it. انا كنت في مصر زياره وكنت فاضي يوم واحد فقعدوا ساعتين. It's very interactive. I think the feedback that I have gotten about it was great. This is how I learned BMT honestly. من حد من الناس اللي كان
if any of the people are, would it can apply both in Muhammad adults or pediatrics. That sounds wonderful. خلاص إن شاء الله نرتب سيريز زي ديت ونبتدي بيها إن شاء الله بعد رمضان لو ما عندكش مانع. لا لا خالص لأن بالعكس أنا it's one of my favorite things to teach بصراحة. وزي ما قلت لك it applies both adults and peds. This is لا أنت لا 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 بس it applies both adults and peds وهي فكرتها it's how I structure my consult, how I think of the patient, how I think from a research perspective, how I design my clinical research, كل حاجة. بس it goes very basic, يعني it goes very very basic, يعني how why you transplant a patient, how you think of the complications, وكل حاجة. ممتاز رائع خلاص ان شاء الله ان شاء الله انا سعيد ان انت جبت الفكره دي لان احنا كده مش هنسيبك بقى لازم نعمل لا انا I'm totally committed to this and I enjoy giving it بس هنحتاج نفكر في بلاتفورم ليها لانها ملهاش انا مش عاملها باوربوينت يعني انا كنت دي اولد سكول ليكتشر على سبوره وبتاع فوي هاف تو ميك ات ان كرييتيف واي اما هضطر انا نفسي من زمان وانا احولها ان انا احولها الباوربوينت يمكن ده هيجبرني ان انا احولها الباوربوينت بس تفتكر لو في عندك مثلا سيرفيس لابتوب اللي هو بتكتب عليه بقلم فكرت فيها بص انا الجماعه الجروب بتاع الاميونولوجي هنا هوت انا بقالي 3 سنين بديها لهم بس فيري كوندنسد في ساعه واحده فهم كانوا عايزين نديها تاني السنه دي فهجرب حاجه معاهم هشوف whether it will work or not تمام if it يعني if it works we can do it that way if not we will figure out something يعني. بس I think it will be very helpful لان وفرت عليا بقى يعني كان حد علمها لي بالطريقه دي انا خدتها وكبرتها بطريقه معينه بس اول واحد شرح لي البي ام تي بالطريقه دي it changed my perspective totally how I understand bone marrow transplant وكانت وفرت عليا مجهود سنين ف I would be more than happy to share it. That would be great. تسلم دكتور هشام والف الف شكر دكتور ابراهيم ودكتور ياسر وان شاء الله دكتور ياسر يعني نبقى دايما على اتصال لان يعني كان وجودك مهم جدا النهارده ويا ريت تنورنا دايما ان شاء الله ربنا يخليك والله ربنا يخليك هو بس نقطه كده موضوع البروتوكول يعني انا عندي كل ديزيز حاطط فيه كل البروتوكولز انما انا عشان ماشي بالترتيب فاي بي اللي هو الاكيوت لوكيميا والبرين تيومرز هم دول اللي انا ظبطتهم من ناحيه ترتيب البي دي اف جوه ال او الام ال باقي الديزيزز فيها البروتوكولز انما مش مترتبه لو استنيتوني عشان ارتبها يبقى تستنوني فتره طويله ولاني ماشي على راحتي وممكن تستنوني اكتر من سنه فانا اي ويل شير ذا لينك بتاع الجوجل درايف هتلاقوا اول 2 او 3 مترتبين الباقيين فيهم كل البروتوكولز انما مش مترتبين بس اتليست هتلاقوا كل حاجه موجوده عشان بس يبقى الكلام واضح لا اللي عايز يوصل لحاجه يدور عليها اكيد طبعا يعني تسلم الله يسلمك تسلم على المجهود شكرا جزيلا يا جماعه وسوري توك كابل اورز من ساندي بتاعكم وان شاء الله دايما مجمعين على خير وانجوي ذا ريست اوف يور داي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله شكرا جزيلا مع السلامه السلام عليكم.